اختتمت في بلدية قصر خيار فعاليات المؤتمر العلمي الأول تحت شعار الائتلاف وأدب الاختلاف نحو استشراف حياة مجتمعية معتدلة. المؤتمر حضره مدير مكتب الإعلام بالبلدية ورئيس جامعة المرقب وعميد كلية الآداب وعدد من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات الليبية تحت إشراف كلية الآداب والعلوم قصر خيار وبالتعاون مع كلية الدعوة الإسلامية طرابلس. انطلقت في بلدية طرهونة أعمال صيانة وتركيب أعمدة إنارة طريق طرهونة. الحملة تأتي بمساهمة من رجال قسم الإنارة بالشركة العامة للكهرباء طرهونة وتشمل الصيانة وتركيب أعمدة إنارة جديدة بطريق طرهونة. أقيمت في بلدية غدامس مسابقة للخطابة والأذان تحت شعار مؤذن وخطيب المستقبل. المسابقة شارك فيها 130 ناشئاً بين مؤذن وخطيب على مستوى البلدية تحت إشراف فريق رواد الخير للعمل التطوعي. أقيمت في بلدية بنغازي ندوة علمية بعنوان الريادة في المجال الصحي. الندوة تضمنت العديد من المحاور حول مفهوم ريادة الأعمال وأبعادها وأهدافها ومواصفات رواد الأعمال وكيفية تنظيم سياسة العمل بالقطاعات الخدمية العامة وتطويرها وحسن استغلال الموارد البشرية والمادية وتحفيز العاملين من أصحاب الكفاءات والمشاريع والأفكار المبتكرة التي من شأنها ابتكار أساليب جديدة للعمل. قام جهاز الحرس البلدي تجراء بالتعاون مع وحدة مراقبة الأغذية والأدوية بجولة تفتيشية على عدد من محال بيع اللحوم بالبلدية. جرى خلال الجولة ضبط كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك واتخذت الأجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.